أهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي أنفاس بريس. تحصين المهنة وحماية المهنيين، هذا هو الشعار اللي تم اختياره من أجل تنظيم اللقاء أو المؤتمر التاسع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. طبعا هو شعار حمال رسائل كثيرة، خصوصا على أن هذا المؤتمر توج بانتخاب الزميل عبد الكبير أخششن رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. مع السي عبد الكبير غادي نناقشوا عدد من القضايا التي تصب في هذا الشعار، وأيضا قضايا تنظيمية تهم هذه النقابة. سي عبد الكبير أخششن مجددا مرحبا وأهلا وسهلا بك. يعني انتخبت مؤخرا رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية على رأس هذا التنظيم اللي عند الذكرى 60، اختاريت واحد الشعار اللي هو يعني تحسين المهنة وحماية المهنيين، شنو هي قراءتكم لهذا الشعار هذا خصوصا في هذه المرحلة هذه؟ طبيعة الحال هذا الشعار خسرناه بعد تأني وقراءة للوضع. أنت تعلم على أن هذه السنة ستكون حاسمة فيما يتعلق بمهنتنا، لأن هذه السنة سنكون بصدد مراجعة القوانين، منظومة القوانين، منها القانون الصحافة والنشر، قانون الصحافي المهني، والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة. وبالتالي نعول على هذه المراجعة من أجل أولا الإجابة على سؤال مركزي، هو ما هي الوسيلة التي بواسطتها ننظم هذه المهنة التي أصبحت تعيش فوضى. المواطن المغربي يشتكي من كثير من الأعطاب التي يعني لا تشرفنا، وهذه الأعطاب بطبيعة الحال ناجمة من أن هذه المهنة تنتهك، لأنها أصبحت يعني مشاعة لكثير من الدخلاء. ومنين كنقول هذا الكلام راه كنقوله بأسف، لأنه من المفروض على أنه من يريد أن يمارس هذه المهنة خصو تكون عنده واحد المقومات، لأن يعني التاريخ يعني أعطى لهذه المهنة واحد الوقار، وسمها صاحبة الجلالة، وسمها السلطة الرابعة، وبالتالي أدوارها في البناء التنموي، في البناء الديمقراطي، في مراقبة والحكمة دور أساسي، وبالتالي اللي يدير هذه المهمة خصو يكون مؤهل لها. لكن للأسف لأنه هذه القوانين ما قدرش تجاوب واحد الجزء معين، لأن ماشي القوانين اللي كتحل كل شيء، ولكن القوانين ما كانتش صارمة فيما يتعلق بتنظيم الولوج إلى المهنة، رغم أن قانون الصحفي المهني واضح فيما يتعلق بمن هو الصحفي، ولكن تشابكت الأمور فيما يتعلق بإحداث المقاولات والمواقع الإلكترونية، فيها واحد النوع من كنعتبره بأنه فيها كثير من العلل اللي كتساهم في هذا الوضع اللي كنتذكروا عليه. وبالتالي ما ترجمناه في تحسين المهنة هو ما يشعر به المواطن المغربي، ما نشعر به كذلك نحن كمهنيين، من أن هناك نوع من يعني الارتخاء فيما يتعلق بضبط وتنظيم هذه المهنة. تحسين المهني وحماية المهني، حماية المهني الشطر الثاني من الشعار تعرفه جيدا، وهو أنه الصحفيين يعيشون أوضاع لا تفرح. عملنا مجهود كبير فيما يتعلق في الصحافة يعني المستقلة المكتوبة والورقية، وحصلنا على اتفاق اجتماعي كان يعني تاريخي بزيادة في الأجور الصحفيات والصحفيين ب 2000 درهم على دفع على سنتين، والعاملات والعاملين ب 1000 درهم على سنتين. وبالتالي رغم ذلك نعتبر بأنه الهشاشة ليست فقط في الجانب المادي، الهشاشة كاينة حتى في التكوين. نعتبر بأن الصحفي المغربي اليوم ما خصوش الحد الأدنى ديال الصحفي المغربي اليوم باش يمكن له يمارس مهنته على الأقل بواحد هذا خصو يكون عنده اللغات. فكنلاحظوا بأنه الكثير من الصحفيين ديالنا من المفروض خصهم يبذلوا مجهود في هذا الجانب. وكنلاحظوا كذلك على أنه حتى في التكوين ديال المهنة راه كاين مشكل حقيقي، لأنه ملي كتطلع على المنتوج الإعلامي كتلاحظ كثير من الأعطاب اللي كتحتاج إلى مراجعة. حماية المهنيين كذلك في الجانب المادي، لأنه باش يمكن لك تحصل على صحفي كيمثل هاد المهنة خصو يكون مرتاح ماديا، لأنه هاد الجانب المادي هو اللي خالق لنا مشاكل. هاد الراحة المادية، طيب الحال تكلمت على الاتفاق الجماعي، ولكن قبل منو كان الاتفاقية الجماعية؟ كيف تم الانتقال من الاتفاق الجماعي ونضالم أجلها الى الاتفاق الجماعي مع حضور طرف واحد ديال الباترون اللي هو الجمعيه في غياب الفيدرالي وعدم تجاوبها؟ تمام.
وربما هذا ايضا عكس حتى على الصحفيين المنتسبين للباترون ديالهم لهذه اولى الهيئه الاخرى. غير باش نديروا الامور في السياق ديالها. اولا احنا كنا كنناضلوا من اجل اتفاقيه جماعيه، وهذيك الاتفاقيه الجماعيه كنا الهدف ديالنا هو ان نربطوها بالدعم، لانه في نهايه المطاف هذه الاتفاقيه الجماعيه راه ما درناها في 2005 احتاجها الدعم، اما من قبل كانت يعني القطاع المؤسسات ما عندها شي حاجه ملزمه، لانك كيمكن دير نضال داخلي ولكن ما تمكنش تجيب اتفاقيه جماعيه كتشمل الناس. في 2005 درنا هذيك الاتفاقيه الاجتماعيه اللي كانت في العقد البرنامج، واعتبرناها انجاز تاريخي لاننا استطعنا بواسطتها اننا نغير واحد المشهد ديال الوضعيه الماديه للصحفيين من مشهد بائس جدا. راه كانوا الناس كما كتتذكر وكتعرفها انت، الناس كانت 1500 درهم، كاين 1000 درهم، وكانت كتعطى لهم في اغلفه كنسميها انا اغلفه بائسه، لانه من القتال لقيت حزت في نفسي. يمكن حنا الفوج اللي جا مع الصحافه المستقله زائد الصحافه الحزبيه اللي كانت فيها بعض المكاسب بالنسبه للصحفيين، لقينا واحد الوضع كبير جدا. وانت كتذكر بانه منين قبلنا بهذاك الحد الادنى الاجر اللي كان 5800 درهم في 2005، راه مجموعه الصحفيين اللي كيشكلوا النقابه الاعضاء النقابه ما استافدوش، لانها كتشكل من اعضاء اما في جرائد حزبيه ولا في جرائد صاعده في مستقله كانت فيها الوضعيه الماديه مزيانه. وبالتالي حنا قلنا بانه نضحيو حنايا 80% من اعضاء النقابه ضحاو من اجل باش يعني نحاولوا نحسنوا الوضعيه ديال زملائنا. وبالفعل على الاقل ولينا كنتذكروا على صحفي عنده يعني لا سينيسيس، عنده واحد الحد ديال الاجر، ولو كينتبهوا للجانب المرتبط بالجانب الصحي، ولو كينتبهوا للجانب المرتبط بالخدمات الاجتماعيه اللي من بعد غنطوروها ونديروا جمعيات الاعمال الاجتماعيه. فحلحلنا الوضع من 2005 حتى يعني لهذ السنه. لا هذيك الاتفاقيه الجماعيه بقات يعني اولا تمت المراجعه ديالها، واخطر ما كان فيها هو ازاحه النقابه من ان تكون مراقبا ومشاركا في تقييم هذاك الدعم ومراقبه الاتفاقيه الاجتماعيه. النقابه صدرت بلاغ وصدرنا بلاغات كثيره في هذا الشيء، والمجلس الاعلى للحسابات حتى هو في التقييم ديالو للدعم قال بانه ما كاينش طرف اللي من المفروض تكون حاضر كطرف محايد فيما يتعلق بالحصول على الدعم. ولهذا قلنا بانه من تقريبا يمكن لي نقول لك راه من قبل 2011 وحنا كنناضلوا، ما خلينا ما درنا من لقاءات من هذا. كتذكر نهار حصلنا على واحد الدعم خاص بالصحفيين ما قدرناش ندخلوه حتى في الاجر الاساسي في العهد في الفيدراليه، واضطرينا اننا ذاك باش ما يمشيش لاماس اننا جبناه عن طريق الجمعيه ووزعناه على الصحفيين. وراك عقلتي الوضعيه كانت صعبه جدا. اذا حنا ولينا تنقلبوا على واحد النوع الانصات لهذا الوضع الهش اللي سميناه. طيب هذا الاتفاق الجماعي هل يلغي النضال ضد لا انا نجي باش نوضح واحد النقطه اساسيه باش ما تبقاش غامضه. اولا في الاتفاق الجديد الاتفاقيه الجماعيه كان هو الهدف، ولكن منين ولينا كنلقاو بان الدعم ولا كتذكر بان المرسوم الدعم كانوا كيناقشوه وقلنا باننا خصنا نسرعوا هذا المرسوم الدعم، خصنا ندخلوا فيه شي حاجه قبل ما نذكروا الاتفاقيه الجماعيه، ولا سبقنا جزء من الاتفاقيه، لان الاتفاق الجماعي اللي هو الزياده في الاجر هو جزء من الاتفاقيه الجماعيه اللي غنديروها. فقلنا نسبقوا الاتفاق الجماعي ومن بعد نديروا الاتفاقيه الجماعيه باريحيه للتاريخ باش ما يبقاش ثاني نذكروا على طرف من طرف. حنا منين جبنا الاتفاقيه الجماعيه منين بدينا من الحكومه، ديناها للحكومه قلنا لهم ها هي اتفاقيه جماعيه خدمناها درنا فيها واحد المجهود كبير جبنا خبراء وهيئناها، ديناها للحكومه ومن بعد الحكومه ديناها للشركاء ديالنا. منين ديناها للشركاء ديالنا الاولين اللي تسلموها هما الفيدراليه، عاد الجمعيه من بعد. الجمعيه استجبت بسرعه واستدعتنا ومشينا جلسنا بقينا كنتحاوروا. الزملاء والاخوان في الفيدراليه ما عيطولناش، وبالتالي انت كتعرف بانه كنا تحت الضغط ما يمكنش نبقاو ننتظروا في نهايه المطاف. ثانيا في الاتفاقيات الجماعيه كاين ما يسمى بنطاق التطبيق، يمكن تطبقها مع الجمعيه او الفيدراليه لو كان سبقات ويلتحقوا الاخرين، لان شنو النيه ديالنا؟ راه ماشي فيها شي حاجه ديال الاخصاء. حنا تنقولوا بانه خصنا نحسنوا الاوضاع المهنيه الصحفيين. فاذا انت ما يعني ما اثاركش هذا الوضع ديال يعني الاوضاع المهنيه الصحفيين، اذا ما اثاركش معناه انك لا تفكر في مصلحتهم. ولهذا مشينا مع الجمعيه حتى وصلنا لهذاك الاتفاق الاجتماعي. ويمكنني نقول كلمه التاريخ على ان الاخوان في الجمعيه والشركاء ديالنا في الجمعيه بذلوا واحد المجهود كبير. لاول مره تنقولها بصريح العباره وانا اعمى اقول لاني دوزت واحد المراحل طويله، لاول مره لقينا واحد التجاوب سريع فيما يتعلق ب انا كنتذكر على الزيادات وتحسين الوضعيه الصحفيين والعاملين.
منين درنا هاد المجهود هذا؟ اعتبرنا بانه الصحفيين ديالنا، لانهم عندنا صحفيين كيشتغلوا مع الناس اللي كاينين في الجمعيه، وعندنا صحفيين اللي كاينين في الفيد فيدرالي. فاحنا ما كنميزوش، لان احنا كنمشيو كندافعوا الصحفيين، ما كندخلوش في شي حاجه. هذا هو القصد، هو ان ندافع عن الصحفيين بغض النظر. الا كتذكر ملي درنا الاتفاق الاجتماعي دارت واحد المبادره، احنا كنا كنقولوا الاتفاق الاجتماعي يطبق منين يحصلوا على الدعم، ولكن الاخوان في الجمعيه هادشي اش كنقول لك انا ملي كتلقى واحد المحاور كيتجاوب معاك، قال لك سيدي حنا قبل ما نحصلوا على هذا الاتفاق حنا غنبادروا باش نعبروا على هذا الفرح ديال الصحفيين، حنا نعطيو هذا الألف درهم راه حتى ما يجي الاتفاق. فالخوان في الفيدرالي ما فهمناش، انت كتاخذ الدعم كتدخل الدعم من الدوله، بمعنى انك انت الا كانت عندك واحد الكتله اجريه كتخرجها في الشهر كتساوي واحد 20 مليون، حنا عافيناك منها لانني مشينا كنضلو بالجبنه هذاك داك الاداء ديال الدوله للاجور الصحفي. فاذا تعفيتي من 20 مليون، فاش كضرك مثلا الا عطيتي واحد 1000 درهم تبقى تقلب لنا السياق كيفاش غنديروا لها وكذا، هذا غير معقول. ولهذا حملنا درنا احتجاجات ودرنا يعني احنا وقفنا الاحتجاجات غير منين جات واحد الرغبه الاخوان داخل هذه المقاولات اللي قال لك ودي واعطيهم واحد الفرصه ناقشوا معاهم وكذا وكذا. فاذا بالنسبه لنا احنا من الناحيه المبدئيه هذه المقاولات معنيه بالزياده للصحفيين باثار رجعي، لانه ما يمكنش تحايل على واحد الاتفاق اللي كيشمل واحد المرحله اللي انت استفدتي منها ماديا. ولهذا تنقول لهم بانه من هاد الحسابات وهاد اللي كديروا معنا فيما يتعلق بالصحفيين ما كتألمنا. نعم. طيب سي عبد الخشيش، انت رئيس ديال النقابه الصحفيه المغربيه، ولكن السؤال اللي كيطرحه الراي العام، ما الذي يجعل الدوله انها تعطي الدعم لقطاع الصحافه؟ فين كاين السبب؟ علاش كتعطيه الدعم؟ سؤال جيد، لان الامر يتعلق ب ماشي تجارب ذاتيه، يعني تجارب محليه. الامر يتعلق باحساس بان هذا القطاع يقدم خدمة عمومية وبالتالي حفاظه عليه أساسي. جلالة الملك حين تربع على العرش تم تقريبا شي ثلاثة الخطب كلها كانت كتحث على ضرورة الاهتمام بالصحافة، وفي إحدى فقرات تحدث عن الصحافة الحرة والمستقلة، لأنه في القطاع العام كاين الحلول، ولكن في القطاع الإشكال اللي طرحتيه هو في القطاع الخاص. ويمكن لي نقول لك بان هذا الشيء اللي كنطرحوه هنا في المغرب يمكن يجيبوا تجارب باش نفهموا. فرانسا ما يقدم لو موند بوحدها يمكن كيساوي الدعم اللي كيتعطى الصحافه المكتوبه كامله. هذه فرنسا لانها كتعتبر هذيك الجريده يعني الامر غير مقتصر فقط على المغرب. انا كنقول لك مثلا الا خدينا التجربه مثلا ديال كوفيد 19، حنا هنا بقينا كنتقاتلوا قلت لك باش نقلبوا على كيفاش ننقدوا الوضعيه، وكان عندنا واحد النوع ديال النقاش مع الفيدراليه انا ذاك ملي كانت مجموعه، وما درنا واحد الاجتماع الا بشق الانفس في ليله عيد الفطر، وحينها قلنا بوضوح على انه يجب ان نتحرك، راه العالم كله حل هذا المشكل ديال قطاع الصحافه الذي اعتبره من المهن اللي كانت في الصفوف الاماميه واللي من المفروض خصو يتم الدعم ديالها، ودازت بشكل مباشر في بريطانيا وغيرها من الدول. حنا هنا بقينا يعني الله جبنا ودرنا ذاك الحوار وكذا وهذا، ودخلنا واضطرينا اننا نجيبوا يعني الاتفاق ديال 2005 باش نشرعنوا العمليه ديال، لان ما يمكنش هذا ما العام خصو واحد الشرعيه في الاتفاق. فبالتالي ما يقدم للصحافه هو جزء من الواجب ديال الدوله على واحد القطاع اللي يعمل واحد المجهود على مستوى صناعه الراي العام، على مستوى المراقبه ديال الحكامه فيما يتعلق بالمؤسسات، وكما تعلم التقييم الذي يعطى للصحافه والتكريم والتبجيل اللي كيتعطى يعني ما جبناهش حنا، راه اللي سما الصحافه صاحبه الجلاله واللي سما السلطه الرابعه راه ماشي حنا، هادو راه واحد الثقافه اللي كتامن بان الاعلام خصو يكون عنده واحد القيمه وواحد الدور في البناء ديال الديمقراطي والتنموي في المجتمع. ولكن واقعيا هذه الخدمه العموميه احيانا ما كنلقاوهاش في قضايا كبرى، مثلا عدد ديال القضايا ما الاعلام العمومي ما حضرش، يعني حتى الصحافه المستقله ما حضرش، ايضا الصحافه الحزبيه ضعف المقروئيه محدوديه الانتشار، هذا الشيء كله واش فعلا تستحق الصحافه المغربيه هذا الدعم؟ هذا الدعم هو للوصول الى هذه الاهداف، لانه عاده من كدير تقييم كيكون هناك يعني تعليل ديال غياب الجوده كيكون في غياب الامكانيات، وبالتالي هذا الدعم هو لتوفير الامكانيات من اجل الوصول لهذا الهدف المنشود اللي هو واحد الاعلام وطني قادر على المنافسه واعلام وطني قادر على الدفاع على القضايا الوطنيه. وهذا السؤال اللي طرحتيه بالضبط
يمكن الان كنفهموه لانه ملي كنطرحوه داخليا يمكن يخلق هذا الجدل، ولكني انتبه معايا انا في الولايات المتحده الامريكيه ولا فرنسا تبين بانه واحد اللحظه ولاو كيحسوا مع الهجوم ديال يعني الاعلام الجديد وما يسمى بالاعلام المواطن ومع الاختراقات اللي كتتم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ولات فرنسا وامريكا كيتحدثوا الهويه الوطنيه وضروره توفير الامكانيات ديال انهم لا يخترقوش بالطرف الاخر بطبيعه الحال اللي كيقصدوا به روسيا والصين. الان كنذكروا حنا على انه كيفاش غنحميو بلادنا. تصور لو اننا ولنا محيط تعلمه جيدا، تتعلم جيدا بان منين كيبغيو يديروا واحد الهجوم على المغرب راه تيختاروا وسائل دقيقه جدا في التواصل، وتخلي مواطن اعزل في مواجهه هذه الحقائق بدون اعلام حقيقي قوي على المنافسه وقادر على تقديم الحقيقه راه غتولي نوليو معريين. وبالتالي هذا الشيء جزء، راه الاعلام ماشي سهل، الاعلام راه جزء اساسي من الهدوء والسلم الاجتماعي في حدود الا يكون هناك تهديد من الخارج. الداخل ما كاينش مشكل، بالعكس انا كنقول بانه هذا الدعم اللي كيتعطى للصحافه راه ما مشروطش بالتبعيه. غير في لي زاسيس ديال الرباط الا كتذكر ولا كنت حاضر، سي فوزي القجع كيقول بشريح بالوضوح التام، نحن نبحث على دعم هذه الصحافه لكي تكون مهنيه مستقله، لانه من دون شوف اكسجين الاعلام هو الحريه والاستقلاليه، هادو مبادئ ما خصهاش تمس. وبالتالي اللي خصنا هو نحسنوا من الاداء المهني ونحسنوا من الكفاءه، ولكن بعض الاحيان كان الناس اللي كدير الرقابه على راسها، ما كاينش واحد النوع ديال المبادره من اجل خدمه القضايا بطريقه مهنيه. انا كنقول بانه دوزنا محطات اللي الاعلام كان متخلف فيها، ما دارش خدمته باش يبينها، وكثير من القضايا اللي المغرب كيحاول يتحرج فيها حقوقيا كنكونوا رابحينها في الارض، ولكني في الواقع ما كاينش. وبالتالي يمكن ما داك الانتيميداسيون اللي كتدار لنا من برا وغيرها كيمكن تاثر، لكن انا كنقول باش ما تفهمش كلامي بانه راه الحريه والاستقلاليه هي اكسجين العمل المهني الصحفي. وبالتالي يمكننا في المغرب الداخل نسمحوا باقصى ما يمكن يتصور على هذا، لان الاستثناءات التي لا يقاس عليها ما يمكنش تكون هي القاعده. القاعده هي ان نكون امام واحد المجالات ديال المواطنين يلقاو كيعبروا بشكل واضح، الاعلام تيعبر على قضايا الوطن بشكل واضح في اطار ربط المسؤوليه كذلك بالواجب والمسؤوليه، وتوفير فضاءات يمكن الانسان يحس فيها باننا نناقش كل شيء في المغرب. وانت تعلم بان هذا الشيء راه ماشي زعما راه ما كنضرقوا حتى حاجه، ماشي المغرب شي حاجه اللي ماشي جنه، ولكن في نفس الوقت راه ماشي حبس، ماشي سجن، وهذا كاين واحد المجالات كثيره ديال الحريه. يمكن ما كاينش عمل مهني اللي يعكس هذا العمل المهني حقيقي اللي يعكس هذا وتكون جراه في مقاربه الاسئله. انا كنقول بان كثير من الاسئله التي يعتقد البعض بانها تحرج المغرب تناقش في المغرب بكل وضوح أحسن. وبدون ادنى مركب نقص. هذه دوله عندها قرون ويستحيل ان يزعزيها يعني اشياء بسيطه، خصها غير تكون الجراه وتكون المهني ويكون الحضور، لان الراي العام الوطني عكس ما يدعي البعض. المغاربه راه كرام مغاربه حقيقي، راه ما تلعبش بيهم. طيب منين كنوصلوا للقضايا اللي خصنا نناقشوها بجديه كيتابعوا الناس. نعم. يمكن نكونوا كنمزحوا في بعض الاحيان وكذا، ويمكن مثلا بعض الاحيان كيكون نوع من السبات، ولكن منين كنوصلوا للقضايا التي تهم البلد كلشي مغاربه كيفيقوا.